السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض المصطلحات التي ارتبطت باسم المهندس حسن فتحي وهي خاطئة، والاسم بيبقى ليه دلالة على حاجة معينة، فلازم الاسم دوت نخلي بالنا منه ونحاول نفهمه. فأكتر حاجات مرتبطة بيه عمارة الفقراء والعمارة الطينية. طيب، عمارة الفقراء هو ده اسم كتاب فعلا، بس هو كان بيتكلم على حاجة معينة، ان اغلب الناس بتبني للي هيدفع لها فلوس، فبيبني للاغنياء، فاحنا عايزين نبني للفقراء. بس العمارة بتاعته تصلح، بل اكتر الناس اللي بنى لهم حسن فتحي في حياته كانوا اغنياء، وتلاميذه بنوا برضو الاغنياء. هو بنى القرنة للناس اللي هي كانت في ساعات مصر وبيوتها اتعرضت للاهداب، وعمل الكتاب بتاعه ازاي يحصل بناء تعاوني. بس مش معنى كده ان التجربة بتاعته ممنوعة على الاغنياء او ممنوعة على الناس اللي معاه فلوس، لا، هو سايبها اوبن مفتوحة وسايبها اي حد عايز يستفاد منها. وهي نقدر نقول العمارة الانسانية او العمارة الطبيعية او العمارة من المنطقة اللي انا موجود فيها، وفيها افكار كويسة جدا. يعني مش مقتصرة على الفكرة دي، زي لما واحد مثلا يسمع كلمة الحراملك فيقول لك اه انتوا عايزين تحبسوا النساء، او عايزين، لا احنا عندنا ما بقاش فيه حجب بين النساء والرجال فاحنا مش هنعمل حراملك. لا، هي فكرة الحراملك مختلفة تماما، ان انت تبقى شايف اللي بره واللي بره مش شايفك، وبيدخلش اتربة، وتدخلك الشمس وتدخلك الهواء، في افكار كتيرة جدا. فما تمسكش في نقطة وتحذف بقية النقط، يعني انت ليك اختلافات، خد الافكار اللي يناسبك وسيب اللي ما يناسبكش، مفيش مشكلة خالص، مفيش حد هيجبرك على حاجة انت مش عايزها. فهي عمارة الفقراء ليس مقتصرة على الفقراء ولا على الطبقة المتوسطة ولا ممنوعة على الاغنياء. بالعكس، في مشروع كنا شغالين فيه كان شاليهات كتيرة جدا معمولة بطراز حسن فتحي، فهي ليست مقتصرة على الفقراء. يعني هو مش بيعايرهم ولا حاجة، بس هو كان بيقول احنا عايزين نعمل للناس اللي ما بتلاقيش مهندس معماري فتبني، وبعد كده احنا نقول لا ده عمارة عشوائية ونغلط فيهم. ولما تأمل، هو مدرسة ما بعد الحداثة، مش المدرسة العلوية أو المدرسة الطبيعية، هو ما بعد الحداثة. يعني بعد ما شاف تكنولوجيا رهيبة جدا قال لك لا ده اللي فات كان فيه حاجات كتيرة كويسة، ناخد اللي كويس هنا وناخد اللي كويس هنا، مش هنلغي ده ومش هنلغي ده، هندمج الاثنين مع بعض للي يناسب المستخدم او الراجل اللي هيسكن في المبنى. فهو بدأ يشوف العمارة اللي منتشرة في أسوان والمنتشرة هنا والمنتشرة هنا كانوا بيبنوا ازاي. المباني دي قعدت آلاف السنين واتطورت عبر السنين آلاف السنين، فعايزين ناخد الخلاصة بتاعتها، أجمل حاجات فيها. طيب، بالنسبة لعمارة الطين، هو ما قالش أبدا ابني بالطين، لا، هو قال لك ابني حسب المكان اللي موجود فيه. لو المكان صخري ابني بالصخر، لو المكان رملي اعمل خلطة من الرمل وابني بيها. لما راح العراق بنى بالاسمنت، ما كانش عنده مانع ان هو يبني بالاسمنت ولا بالحديد ولا بأي خالص. هو بيقول لك ما نجريش وراها، انت خد الخامات كلها واختار الانسب لمنطقتك والانسب ليك انت والانسب للمكان اللي انت تعيش فيه، وحاول تخلي العمارة بتاعتك متناسقة مع المكان اللي حواليها، مع البيئة الطبيعية اللي حواليها. ما ينفعش مثلا تكون موجود في مكان كله مثلا طين وتروح باين اسمنت يعني حاول ان انت تبني من حاجه بنفس المكان، ما تقعدش تدفع فلوس في النقل، ما تقعدش تدفع فلوس في تكلفه، تمام؟ ما ترفضش الماده لمجرد انها موجوده، لا، شوف انا الافضل، قارن بين البدائل واختار الافضل ليك. فهو في حريه اكتر، في توسع اكتر، ابني بالماده اللي انت عايزها المناسبه لبيئتك، تمام؟ يعني لو انت بتبني في الصحراء مش هتروح تجيب طين من اسوان عشان تبني بيه، شوف ايه اللي الناس بك في الصحراء، شوف الناس كانت بتبني ايه وطور عليها وابني منها وحاول تعمل ابحاث اكتر. والمهندس حسن فتحي مش هو اله العماره، لا، في قصور معينه ندرسها ونطورها ونعمل حاجه افضل ونعمل حاجه احسن وهكذا. يعني الجهد بتاعه المفروض ما يقفش، المفروض نبني عليها للافضل. في ناس كتيره جدا بره بتعتمد على افكاره، وما لما راحوا للمريخ قال لك احنا عايزين نبني من نفس الماده اللي موجوده في المريخ، ما نعرفش نجيب ماتيريال من الارض ونطلع بيها، وتكلفه كبيره جدا. والافكار بتاعته لسه بتدرس في مدارس كتيره بره، فما بنقولش ان هو احسن واحد في العالم، ما بنقولش ان هو شيخ المعماريين واستاذهم وسيدهم والكلام ده كله، لا، بنقول ان هو راجل عمل تجربه كويسه، يا ريت نستفاد منها ونطور منها ونشوف ايه نقاط الضعف ونحولها لنقاط قوه ونكمل حسن البناء.